قعدة تغيير، قعدة جميلة، دردشة بسيطة أنا وصديقي الدكتور أحمد مجدي خبير في الكوتشنج، وبنجيبها من هنا ومن هنا، وهو يقول حتة وأنا أقول حتة، بس الهدف كله في الآخر إزاي تغير حاجة عايز تغيرها في نفسك، إزاي نساعدك بخبرات حياة أنا مريت بيها وبعلمه هو شافه أنك تغير من خلال تيبس نقولها لك بشكل سريع بسيط. قعدة تغيير، خلينا نقول أن إحنا النهاردة قعدة تغيير، وموضوع النفس القصير. أنا قررت أتغير، أنا عايز أتغير، أنا خدت أول خطوة في التغيير، أنا شمرت وشديت على الآخر، بس أنا نفسي قصير. النفس القصير ده مشكلة كبيرة، زهقت ما كملتش، بدأ الرجيم أول أسبوع وبقى موت نفسه، وبعدين جه في آخر أسبوع وأكل بوظ كل اللي عمله في أول أسبوع. أنا هروح الجيم وألعب رياضة، راح أول أسبوع عشان عايز جسمي يبقى حلو، وبعدين أوب راجع مبوظ كل الدنيا. أنا هصلح الصفة دي في نفسي، أنا لازم أبطل سجاير، وبعدين بعد أسبوع شرب 10 أيام سجاير في يوم واحد. ليه النفس قصير؟ دي النقطة الأولى. وبعدين إزاي نواجه كل مرة، هما نقطتين بنتكلم فيهم عشان تبقى الدنيا محددة قوي. فأنا وإنت بقى عايزين نطلع أحلى ما عندنا، نطول النفس. ليه النفس قصير؟ ليه البني آدم الغربي، الشاب الغربي نفسه طويل، وليه الشاب العربي نفسه قصير؟ بزعل، بتوجع من الحكاية دي. عندك تفسير؟ خليني أقولك يا دكتور، هي الفكرة وانا بادئ اي رحله تغيير، انا المعايير اللي انا حاططها ممكن تبقى عاليه قوي، او توقعاتي بمعنى ادق ممكن تبقى عاليه بزياده. انا متوقع ان انا في اسبوع ممكن اغير كل حاجه، متوقع في 3 4 ايام هشوف نتائج. العقل بطبعه بيحب حاجه بسميها كده instant gratification، او مستعجل على الانجاز. بالظبط كده، عايز اشوف نتائج بسرعه حالا. فلما بتجيليش نتائج، واغلب رحلات التغيير بجد الحقيقيه اللي بتجيب نتائج للاسف بتجي بعد فتره طويله طبعا. فانا لو مش معلم نفسي ده ومش واعي لان فعلا الموضوع هياخد وقت شويه، قابل ده متقبله، هبص على نفسي فعلا مع اول يعني دروب، اول زهقه هبص على نفسي نزلت. عارف يا دكتور انت فكرتني بايه؟ يجي لي كذا مره يجي لي شباب عندهم مشكله كبيره في الحياه، يقول لي انا تعبان قوي اديني حل. فلما اسمع منه ما فيش حل فاقول له اصبر، يقول لي لا انا عايز كلام عملي. ازعل جدا، ده هو ده الكلام العملي بالظبط، ده انك تصبر وتفضل مكمل. يا دكتور انا قصه حياتي كلها واحد صبور ويتعرض لمتاعب ويعرق ويكمل واتخبط وارجع اكمل. ايه اللي كان بيعينك تكمل بقى؟ ودي اللقطه اللي عايزين نمسكها دلوقتي. ايوه يعني ننقل على النقطه. أيوة بقى، ما هو بقى احنا دي اللي مندور فيها. اقول لك كذا حاجه. اول حاجه الذكر، صله بالله، قوه انك تقعد تقول 5 دقايق لا اله الا الله لا اله الا الله، تقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر كله بإيد. قوة رهيبة. الذكر ده الجانب الروحي، بس عندي طريقة عملية أنا بعملها مع نفسي بتخليني أكمل. إيه هي؟ بحول هدفي أو حول الحاجة اللي أنا عايز أعملها لحاجات صغنطوطة جدا. يعني إيه؟ أنا كل يوم عايز أجيب جون. في ناس بتشوف الانجاز لما يتحقق لازم، يعني هو مش شايف نفسه غير يوم تحقيق الانجاز، قاعد على منصه التتويج والناس بتسقف وشايل الكاس. بالظبط يا عمي، دي لقطه في الاخر، استمتع بالرحله. فبحول الموضوع، طب اعمل ايه النهارده؟ اقرا الكتاب الفلاني، خلاص حطيت علامه صح. اعمل ايه النهارده؟ اروح العب ماتش كوره، او علشان مش عارف الوزن يحصل ايه، او اروح اعمل ايه. تحويل الحاجات الكبيرة الصعبة لخطوات صغنطوطة. أفرح إن أنا كل يوم جبت جون، برافو، جون 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 على جون على جون على جون، توصل لمنصة التتويج. وكأنك عايز تقول استمتع بالنتائج الصغيرة، بلاش تتعلق بالنتيجة الكبيرة قوي. صحيح، ده اللي هيعينك إنك تحس إن كل يوم بتعمل حاجة، وكل لازم يوم بتتطور، كل يوم في تطور. بيسألوني كتير قوي إزاي أخلي السنة الجاية سنة أحسن، أقول له لا ده سؤال غلط، ازاي اخلي كل يوم في السنه يوم افضل. الله، حلو. انا عندي 365 يوم هم دول السنه. النهارده يكون احسن ازاي؟ النهارده ممكن يساعدني اتغير في حته معينه ازاي في حياتي. فعيش في حدود يومك، ده اللي عايز اقوله. عندي حاجه كمان يا دكتور، حاجه حلوه قوي بعملها مع نفسي وفجاه انا طول ما انت بتتكلم شاغل نفسي بفكره. طب انت بتعمل معاك ايه؟ انا عندي فكره ابدا من جديد، دي فكره سهله جدا، كل يوم. جميل، ريستارت كده كل يوم. ها كل يوم او كل فشل،
يلا نبدأ من جديد. كنت استغرب زمان لما تلاقي رجل أعمال خسر كل فلوسه ويقول لك أنا عملت فلوسي 3 مرات فلست 3 مرات، يعني بدأ من جديد، يعني كل مرة يبقى يرجع على الصفر زيرو يعيد ويبدأ من جديد. ده اللي بيجيب النفس الطويل، إن أنا واخد قرار مع نفسي أنا حبدأ من جديد، حبدأ من جديد مهما الذنوب والمعاصي. ربنا بيعلمنا ابدأ من جديد، والنبي صلى الله عليه وسلم شوف قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فيش ابدأ من جديد، ارجع ما فيش حد مطرود تقدر ترجع للسيركل. الله أهدي في التغيير، أنا عندي ذنب ومش عارف أبطله، أبطله إزاي؟ ابدأ من جديد. يا رسول الله أذنبت ذنبا يغفر لي يغفر لك، أرأيت إن عدت؟ قال يغفر لك، إن تبت يغفر لك. قال أرأيت إن عدت؟ قال وإن عدت 100 مرة. ابدأ من جديد. دكتور أحمد، الحكاية دي خلتني طاقة لا الحمد لله يا رب لا تتوقف. ليه؟ أنا ياما اتخبطت في حياتي، وياما اتداس عليا في حياتي، وياما خسرت، وياما تعرضت لمواقف في ناس حواليا قالوا لي انت مش هتكمل بعد دي في رسالتي الدعوية، وحتى في فلوسي والبزنس والشغل اللي انا شغال فيه، لان انا فاصل رسالتي الدعوية عن 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 البزنس بتاعي. ياما وقعت. والله يا دكتور عيط يوم، تاني يوم الصبح يلا نبدأ من جديد. ونبدأ بخطوات صغيرة. عندك ايه تاني تقوله لي؟ عايز استلهم من كلامك ده، يعني فن التعامل مع السقطات. يعني انا خلاص بدأت اتغير وانطلقت، في سقوط ممكن يحصل، في دروب ممكن يحصل، في فشل ممكن يحصل، اخفاق ممكن يحصل. الفكرة نعمل ايه بقى في اللحظة دي؟ يلا يا جماعة عادي، تقبله، حب نفسك، ما تجلدش نفسك. حلو. نفض التراب. ايوه. يلا نبدأ تاني، مش نهاية العالم ان انت ما مشيتش على النظام اللي كنت حاطه، او النتائج ما مشيتش زي ما انت عايز، او البيزنس ما مشيش زي ما انت عايز. سنة الحياة، عادي جدا، تجربة تعلم، تعلمت حاجة من اللي حصل ده. يلا يا جماعة نبدأ من جديد بسم الله. وحاجة تانية بعملها، انت اصلا انت ما سألتني سؤال، حاجة تانية وانا ببدأ من جديد بدور على حتة احسنها اكتر عشان ما كررش، اتعلمت من اللي فات، عشان ما اعملش نفس الـ الغلطة. طب ايه حتة التحسين الجديدة؟ بس حتة التحسين، حتة صغيرة، مش لازم اللي هي فكرة الاحسان اللي انا دايما بكلم الناس عنها. اعتقد ان دي الطريقة. يس. مفيش زهق، خلاص مكمل. انا عارف انها رحلة مستمرة، عارف الفرق بين الماراثون والسبرنت، فانا داخل عارف انه ماراثون وطويل ونفسي هيوجعني، بس انا عارف ان رحلة ممتعة وهكمل فيها وخطوة بخطوة هوصل. يعني اوصل. حلو. يعني النفس الطويل سبرنت ولا ماراثون طويل؟ ماراثون طبعا، ماراثون طويل بيقعد ايام ساعات. أوه. بس انا مستمتع، بكون بريح وبشرب ميه شويه وباخد كده بريك وبعدين بكمل تاني. شباب وبنات، تدي نفسك كم من 10 في النفس الطويل في الحياه؟ انت نفسك طويل ولا نفسك قصير؟ شوف، اعرفها مني قاعده، محدش نجح في الدنيا الا نفسه طويل، وكل اللي بيفشلوا نفسهم قصير وبعد كده يلوموا القدر ويلوموا وليه يا رب حصل فينا كده. انت اللي نفسك قصير. واحد بيزرع زرعه كانت خلاص هتطلع، قال لك دي مش باينه فوق الارض، يا ابني الجزر عمال يمسك تحت، اصبر شويه، مش عايز، ساب الزرعه، ماتت الزرعه، انت اللي موتها. طول نفسك، طول نفسك بالافكار اللي احنا قلناها لكم النهارده في القعده الحلوه اللي احنا قاعدينها، قعده التغيير. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.